ما هو سلاح أنلو المدمر للدبابات الروسية؟ لا تزال المعارك في ميدان الحرب الروسية الأوكرانية تدور في حلقات متشابكة، فالمساعدات الغربية السخية لكييف أتاحت لأوكرانيا أن تصمد أمام العمليات العسكرية الروسية، لكن المواجهة مع روسيا ليست بتلك السهولة، وخاصة أمام الدبابات الروسية التي هي أحد الأسلحة الرئيسية بالنسبة للجيش الروسي. فروسيا تمتلك أكثر من 13,300 دبابة وحوالي 20,000 عربة قتال مصفحة، ولمواجهة خطر هذه الدبابات لابد من سلاح مصمم خصيصا لقنص الدبابات وتدميرها. فما هو هذا السلاح الذي تم دعم كييف به؟ إنه سلاح فتاك من الأسلحة الخفيفة صنعته شركة سويدية وأطلقت عليه اسم أنلو. له رأس حربي خارق للدروع قادر على تدمير أي دبابة قتال حديثة مهما كانت محمية ومدرعة بطلقة واحدة فقط، وفي نطاق يتراوح بين 20 إلى 800 متر. جندي واحد يكفي لحمله، فبواسطته لم تعد هناك حاجة إلى فصيل كامل لمهاجمة دبابة واحدة أو مجموعة من الدبابات كما كان يحدث سابقاً. فهو خفيف للغاية، يحمل على الكتف ويزن 12.5 كيلوغرام فقط. يتميز بأنه مزيج من المرونة وسهولة الحركة والقدرة التدميرية، حيث يتم تدريب الجندي على استخدامه في غضون ساعة، وما على هذا الجندي سوى أن يكمن خلف أي صخرة أو شجرة بانتظار وصول الدبابة ليدمرها في الحال، ثم ينتقل لغيرها وهكذا. المفارقة أنه في السابق كان يتم تعقب وتدمير الفصائل التي تدمر وتقنص الدبابات، لكن مع سلاح أنلو فمن المستحيل تعقب الجندي الذي يحمله ويتنقل به بسرعة وسهولة من مكان إلى آخر، إذ من الصعب جداً تحديد موقعه. هذا عدا عن التحديات التي تواجه الأسلحة المضادة للدبابات، ففي ظل التضاريس الصعبة ومصادر الحرارة وخطوط الطاقة وحركة المدرعات والعوائق في ساحة المعركة يصعب إصابة الهدف بدقة، لكن هذا يتلاشى مع السلاح أنلو، فهو ببساطة لا يعتمد على نظام البحث عن الهدف وإنما يعتمد على خط الرؤية. فما على الجندي سوى تتبع الدبابة لثوان قبل إطلاق النار ليقوم نظام السلاح بملاحقة الدبابة حتى لو كانت متحركة وتدميرها. أما في حالة اختباء الدبابة خلف حائط أو حاجز ما، فيمكن للقذيفة التحليق وتفجير نفسها فوق الدبابة مباشرة، عدا عن أن نظام هذا السلاح فعال في المواقف التي لا يستطيع فيها الجندي رؤية سوى جزء من الدبابة. ببساطة إنه سلاح مخصص لقنص الدبابات لا يمكن الهروب منه. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.